الدعم من الحكومة اللي هو التموين. نعم. أفرع التموين هذا تدعم الدولة. هل ممكن التموين يرفع الأسعار أو لا غيره؟ لا أبدا، هذه الدولة هي تدعم للمواطن، للمواطن. نعم. الدعم هذا مستحق للمواطن، الدولة تدعمه بأسعار، بأسعار يعني التموين أسعارهم رمزية، يعني أسعارهم يعني شتى التموين. صحيح أكيد. نعم. وبالعكس يعني هذا هذا أقل واجب حق المواطن، حق المستهلك، يعني حق المواطن أن الدولة تقدمه يعني للمواطن. نعم. أن تدعم التموين. جميل. والتموين ما شاء الله يغطي كل الأسعار ويغطي وكل بيت الحمد لله محتاج، كلنا نستخدم التموين. الحمد لله. الحمد لله. نعم. وطبعا من أجود الأنواع. أكيد طبعا. نعم. الجودة، جودة الزيت، جودة الرز، جودة هذا ومتاحة الخيارات كلها بأنواع الدواجن للمستهلك، للمواطن الخيار أنه ينقي بأسعار أقل من السوق. السوق طبعا. الله يزيد ويبارك.